ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدركم، وأسأل الله عز وجل يزيدكم جميعا إيمانا ويقينا وتقوى وأخوة ومحبة وسعادة وعزا، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن اصطفاهم لخدمة دينه ونشر دعوته وخدمة ميراثه، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي منا جملة من الواجبات، أي كيف نترجم حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم عمليا في شكل واجبات. وركزوا على الواجبات، لأن أمة الإسلام هي أمة التكاليف قبل أن تكون أمة الحقوق، بمعنى أن الضمانة الكبرى للمحافظة على الحقوق هي أداء الواجبات. الضمانة الكبرى للمحافظة على الحقوق هي أداء الواجبات، فنحن أمة التكاليف. وفي علوم الشريعة يقول لك المكلف، خطاب الله عز وجل إلى المكلفين، وعلماء الفقه قالوا أن العقل مناط التكليف، يعني عبارات التكليف الواجبات كثيرة جدا لا تحصى في تراثنا الفقهي. طيب، نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن نحبه نحن أحبه الله عز وجل. نعطيكم في شكل رسائل خفيفة، أعذروني. الرسالة الأولى، ربي يحب النبي عليه الصلاة والسلام، يحب مليح. أدلة كثيرة، منها أن الصفات التي تفرقت عند غيره من صفوة الخلق من نبيين والمرسلين اجتمعت لديه. هذه نقطة مهمة جدا، يعني جميع الأنبياء والمرسلين، نوح شيخ الأنبياء، إبراهيم، أيوب، يعقوب، موسى، عيسى، كلهم عليهم الصلاة والسلام أعطاهم رب سبحانه صفات عزيزة، صفات غالية جدا، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم جمع له هذه الصفات التي تفرقت عند غيره فاجتمعت لديه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، رب سبحانه جعله خاتم النبيين والمرسلين، به ختم الرسالات والنبوات، به انقطع الوحي، بوفاته انقطع الوحي. الدليل الثالث، اكتمل الدين، كما قال القرآن في أوائل سورة المائدة، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدليل الآخر، أن الله عز وجل في موضع النداء وهو يخاطب صفوة النبيين والمرسلين يخاطبهم بأسمائهم كما تعلمون في آي القرآن، يا موسى إني أنا ربك، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إلى أن يصل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيخاطبه بوصفين جليلين، إما بوصف النبوة يا أيها النبي، أو بوصف الرسالة يا أيها الرسول، في مثل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن ربي حب النبي صلى الله عليه وسلم وحنحبوه. الآن كيف نترجم حبه في شكل واجبات كثيرة؟ منها الواجب الأول، أن نحافظ على الوحي الطاهر قرآنا وسنة، هذا رقم واحد. وعجبني قلت قبل حين سيدي مدير شؤون دينية تبارك الله فيكم أنكم تكرموا لحفظين القرآن ولحفظين السنة. لذلك ميراث النبوة هذا هو، النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لنا شجرا ولا بيتا ولا هذه الأمور باش يورثوها. اللي بغى يكون وارث شرعي يرث ميراث النبوة عليه بأداء هذا الواجب، يحافظ على القرآن والسنة. وأكثر من ذلك نقول لكم بارك الله فيكم، أنتم تحملون حملة القرآن، يعني هؤلاء حملة القرآن وحملة السنة،
وأنتم تحملون حاملة القرآن والسنة فطوبى لكم. قلكم يا سعدكم وبارك الله فيكم. هذه رسالة رقم واحد. الرسالة الثانية، دعوني أعود إلى التاريخ. على بالكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت واحد الحركة، طبعا مش في عهد الصحابة، بعد ذلك بسنوات، حركة الوضع في الحديث اللي يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عنده لغة عربية صحيحة ويقول قال الرسول كذا وكذا، هو ما قالش. والحديث المتواتر الذي بلغ أقصى درجة الصحة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فظهر من كذب على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وظهر الوضع في الحديث، ما يسمى الآن بالأحاديث الموضوعة. وعلى بالكم غير الرجال اللي يفريوا القضايا كيما هذه، الرجال كيما يقول الجزائري يقول لك الراجل، الرجلة. وبالمناسبة بين قوسين القرآن هضر على الرجلة، والجزائريين يحبوا كلمة الرجالة، الرجالة. ربي قال في القرآن: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. صافي، ربي أعطى قيمة للرجلة. وقال: من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وبعدين في وقت الضيق، في وقت الضيق الناس يروحوا للرجال: وراكم يا رجال تعاونونا، نحونا هذه المشكلة، هذه الأزمة. وراحوا لعبد الله بن مبارك، معروف وهو إمام، يعني بلغ يعني علمه شأوا كبيرا. قالوا: يا إمام، هذه الأحاديث الموضوعة، يعني استغاثة، أشكون اللي يصفي ميراث النبوة؟ شكون يغربل ميراث النبوة باش يفرز الأحاديث الصحيحة عن الأحاديث الموضوعة؟ واش قال لهم؟ تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة. ثم قال قولته المشهورة: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فقيض الله عز وجل رجالا خدموا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم عبر العصور، أسماء لامعة في سماء هذا العلم. نذكر الإمام البخاري، نذكر الإمام أحمد صاحب المسند، نذكر الإمام مسلم، الإمام الترمذي، الإمام مالك صاحب الموطأ. بالمناسبة كتاب الموطأ هو من أشهر الكتب التي جمعت الحديث والفقه معا، وقد ثبت من السادة العلماء أن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن جميع الأئمة إلى يوم القيامة، اجتمعت لديه إمامتان: إمامة في الفقه وإمامة في الحديث، حتى قال عنه الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. دار الموطأ جمع فيه ميراث النبوة، وهارون الرشيد قال له: نعلق نسخة من الموطأ في الكعبة ونرسل نسخ إلى العالم الإسلامي، إلى جميع الأمصار، ونلزمهم بهذا الموطأ. ولكن الإمام مالك إلى جانب مكانته العلمية له مكانة خلقية. قالوا: إن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار، وكل صحابي أخذ معه علما فلا نضيق واسعة. هذه من المواقف الجيدة لهذا الإمام. إذن أنتم جزاكم الله خيرا في هذه الرسالة الثانية، أقول لكم جزاكم الله خيرا أنكم أوليتم اهتماما كبيرا لكتاب الله العزيز، باش يبقى دائما محفوظ في الجزائر. الشيخ الشعراوي الله يرحمه من مفسر القرآن في هذا العصر، النهار اللي جاء بعد الاستقلال الجزائر وكان يسمع للشيوخ اللي حافظين القرآن، بالمناسبة وعنده شهادة، قال: حفظت القرآن في الجزائر وفي المغرب العربي عموما أكثر من المشرق العربي، وهذا الأمر لا يمكن أن يناقش لأنه مسألة مسلمة. قال: فصرت أبحث عن السر، وراه الأسرار، شكون وصل الجزائريين يحافظوا على القرآن، من ضمن ما ذكر الحزب الراتب ومثل هذه المناسبات اللي تخلي هذه الكوكبة من الشباب ومن الشابات ومن الصغيرات، هذه الكوكبة
يفهموا باللي الله يبارك انتم ما قمتوا بهم ربي يرفع قدركم، وهما ايضا غادي يكونوا ان شاء الله ورثه لهذا العلم. طوبى لكم. نهار اللي كنت صغير كيما انتم ولكن كثر شويه، على كل حال درت واحد الابيات زمان، دوك مانيش شاعر، خاطيني الشاعر، تحت عنوان قراننا ردا على من يقول ان القران لا يصلح الا ليقرا على الاموات، لا علاقه له لا بالاقتصاد ولا بالاخلاق ولا بالثقافه ولا باي شيء. وبعدين هذاك الابيات نقراها كما كتبتها، سمحوا لي الاخوان تاع الادب والشعر باش ما تحاسبونيش، تحت عنوان قراننا قلوبنا له سكن، ارواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا، إليه ندعو ولا بقاء لغيره وإن رمينا ظلما وعدوانا. إلى أن أقول وللآذان إذا نادى المنادي به يهز الأسماع ويقرع الآذان، الله أكبر نادى بها بلال دكت قلاع الشرك وأوثانا، الله أكبر نادى بها بلال بنت لصرح الدين أركانا، وفي الصلاة راحتنا وموعدنا مع الرحمن جموعا ووحدانا. هذه رسالة عن القرآن. السنة النبوية أيضا هذا الميراث يحتاج إلى أن يحفظ، يحتاج إلى أن يفسر، إلى أن يترجم للأئمة الأعلام، هؤلاء علماؤنا الأوائل، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. رسالة أخرى بيني وبينكم، لا يمكن أن نبني حضارة ولا عمرانا ولا تاريخ لنا ولا مجد لنا إذا لم نترجم محبتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتتحول إلى محبة فيما بيننا. الحب في الله أعظم كنز يجب أن نحافظ عليه، خطر الحب في الله يفجر الطاقات، الحب في الله يفجر الطاقات، طاقة الإبداع، طاقة العمل، طاقة الإنتاج، هو المحور. لذلك لابد، يعني كيف بنى أجدادنا حضارة؟ حضارة أسعدت الإنسان ولم تشقيه، بين قوسين حضارة اليوم المهيمنة على عالم اليوم. صحيح وفرت المسافات وأبدعت في مجال الإنجازات المادية يقينا، ولكن عقلاء الغرب يدقون ناقوس الخطر وهم يقولون إن هذه الحضارة زرعت الشقاء، زرعت الدموع، زرعت الألم، زرعت الحروب. ولكن الحضارة التي تبنى على قواعد الإسلام هي حضارة تسعد الإنسان ولا تشقيه. إذا رسالة أخرى يا إخواني الكرام، نقول لازم يكون محبة فيما بيننا، الحب في الله، وبذلك نعيش إن شاء الله في حالة من التناغم، من التعايش، من السعادة والوئام والتسامح. أمر آخر، رسالة أخرى، إذا وقع نزاع لا حرج، فنحن أمة مسلمة والحمد لله يا ربي عندنا مراجع قوية جدا جماعة الخير، تظهر قيمة النور حينما يكتنفنا ديجور الظلام. الوحي الطاهر لا يزال محفوظا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى أن تقوم الساعة. ما عندناش كتاب محرف، عندنا كتاب مقدس حقيقة، وحي طاهر. واش يقول ربي سبحانه عز وجل؟ عندكم مشكلة فريوها بالخير، هو ربي اللي قال في القرآن في سورة النساء، عندكم الزهر بيذكركم اسمها لكم صورة اسمها النساء، انتم يا البنات ما شاء الله، ما تزعفوش يا رجال، معليش عندكم روح رياضية. المتنبي زمان نهار اللي دار رثاء البنت أخت سيف الدول الحمداني وهي لها مقام رفيع، متنبي معروف شاعر الحكمة، قال كلام ممتاز، قال وما التأنيث لاسم الشمس عيب، خطر الشمس نقول هذه شمس
ولكن الهلال نقول هذا قمر هذا هلال. وبعدين قال ماشي غتشوفوا انثى حتى نتوما البنات يعني في التاريخ نتاعنا عندنا النساء اللي خدموا السنه ولو هما لي زونكادرو نتاع الرجال يعني بدو بكل روح رياضيه، ولكن العبره في العمل. ربي قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. المتنبي ماشي انا خاطيني يقول اذا هذا الوحي الطاهر واش يقول في سورة النساء في الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، ثلاث شروط، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشرط الأول تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا اسمه بلغة القانون والفقه التسليم الباطني، معنى الرضا التسليم الباطني، ويسلم تسليما معنى التنفيذ بلا إشكال، بلا إشكال في التنفيذ. واضحة في سورة النساء 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معنى أصعب شيء يواجه الإنسان هو الأزمة هو النزاع، مع ذلك عندنا حل في ميراث النبوة في هذه الآيات في سورة النساء. أمر آخر واجب آخر وهو المحافظة على الأخلاق، المنظومة الأخلاقية، منظومة القيم. إخواني الكرام اتفقت كلمة العلماء والعقلاء جميعا أن الإنسان لا يمكن أن يحقق إنسانيته في منأى عن القيم والأخلاق، لا يمكن. على وإنك لعلى خلق عظيم. على بالكم هذه الآية واش من الدلالات كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق هذا الثناء، يعني كان ما يستحقوش ما يقولوش ربي سبحانه، لذلك قال وإنك لعلى خلق عظيم. الدلالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مستوى هذا المدح الإلهي وهذا الثناء الرباني. الرسالة الدلالة الثانية باش يبين ربي سبحانه أن منظومة الأخلاق هي الإسمنت المسلح في المجتمع، لا يمكن أن يتآزر المجتمع أو يتعاون أو يتآخى إذا كان ما عندوش هذه القيم وهذه الأخلاق. الرسالة الثالثة أن الأخلاق هي الوسيلة الفاعلة لاستمالة قلوب الناس إلى طاعة الله، كما دار التجار المسلمين كما تؤكد كتب التاريخ. شحال التجار المسلمين كانوا سببا في دعوة المشركين ومن مختلف الملل والنحل إلى رحاب الإسلام، باش بأخلاقهم. لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قالت عنه السيدة عائشة حينما سألها الصحابي الجليل هشام بن حكيم عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، وهو يقول لنا جميعا إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية مكارم الأخلاق، وجاء بأحاديث تترى في هذا الباب، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام داود أبو داود يقول فيه إن من أحبكم إلي، دائما دوروا حول محور المحبة، اللي بغى يحب النبي صلى الله عليه وسلم بزاف يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. ما هو المعيار؟ أحاسنكم أخلاقا. حديث آخر إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه واش درجة الصائم القائم الذي يصوم نهارا ويقوم ليلا. أحاديث كثيرة جدا تؤكد على منظومة القيم والأخلاق. إخواني الكرام هذه هي المنظومة التي يجب أن نحافظ عليها، ويجب أن نجند طاقاتنا جميعا كل من موقعه، المعلم في موقعه والإمام في موقعه والإداري والقاضي والحاكم والمسؤول، الكل مقصود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إذا أدينا هذه الواجبات يأتي الواجب الآخر أن ندعو الناس إلى دعوة الحق، هذا واجب. ربي قال في سورة النحل الآية 125 يقول ادعو إلى سبيل ربك،
ما تقولش أنا الحمد لله متهدي أنا في طريق المستقيم، ولكن لابد أن نبرئ الذمة أمام الله ونقيم الحجة أمام الناس بدعوة الناس إلى ديننا باستخدام جميع الوسائل المباحة المتاحة، باللسان، بالقرآن، بالقرآن الكريم، بالحديث النبوي، بحسن الخلق، بالصدق في التجارة والمعاملات المالية وغيرها من الأمور. هذه وسائل فاعلة تستميل قلوب الناس. وربنا قال في سورة النحل 125: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعند الجدال وجدلهم بالتي هي أحسن. وإذا أدينا هذه الواجبات إن شاء الله تعالى سوف تكون لحياتنا أسرار. خطر الآن شكون يعطي السر لحياتنا؟ كي نكون عايشين في محبة، في أخوة، نحافظ على ديننا، نقدر بعضنا البعض، نزرع هذه القيم، نحافظ على وطننا. هذا وطن، وطن لا يستحق الإنسان العيش في وطن لا يحميه. لا نستحق الحياة في وطن لا نحميه. وحب الوطن هذه من مقررات الدين. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نحب ربنا وكيف نحب ديننا وكيف نحب وطننا وكيف تكون لنا غيرة في سمين، غيرة على الدين والوطن، كما فعل أجدادنا الذين سجلوا يعني مآثرهم بماء الذهب عبر العصور. من أراد فليقرأ كتب التاريخ، والتاريخ أستاذ شاهد. اقرأ المقدمة، اقرأ ما كتبه شيخ المؤرخين رحمه الله الشيخ أبو القاسم سعد الله، وكذلك المفكر الجزائري الكبير مولود قاسم رحمه الله، رحمه الله الجميع. هؤلاء يعطون. والبارحة سمعت أحد العلماء الكبار يعني في المغرب يذكر علماءنا اسما اسما في قرون سابقة، فقلت الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات. هؤلاء نجوم لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. إذن جزائرنا ولادة ولودة في العلم، حبر العلماء يشهد في الجهاد المقدس. كما تعلمون في الثورة المباركة الجزائرية أيضا دماء الشهداء، اختلطت دماء الشهداء بحبر العلماء. ولكن جميل أن نعتز بأمجادنا وبأمجاد أجدادنا، والأجمل من ذلك أن نبني أمجادا على أمجاد، ونقول للسابقين ما قاله ربنا في القرآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وآخر كلمة أقولها للسادة الحاضرين، نقول لهم كما قال أحد الحكماء: كن سابقا أو كن لاحقا ولا تكن ماحقا. نريد أن نكون من السابقين، فإذا لم نقدر نكون من اللاحقين، وإذا لم نقدر لا نكون من الماحقين. والله لي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.